بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والنجم احمد بلال. كابتن بيك كابتن، الله يخليك. مبروك النادي الاهلي على المباراه وعلى الاداء، اداء متميز جدا. صحيح. وهارد لك لنادي انبي. كابتن ايمن، في البدايه المباراه من غير الفار، احنا قلنا الفار في دور 16 ودور الثمانيه مش هيبقى موجود. ليه يا كابتن؟ ليه ديت؟ لان الاتحاد الكره هو هنا تكلفه الفار، انت عارف هو مش عاوز، الاتحاد الكره قال ان الانديه تشيل او تتحمل المبالغ بتاعه الفار. كابتن ده احنا شفنا امبارح ضربه جزاء وهميه في ماتش بيراميدز وسموحه، وهميه بالظبط. وهنا النهارده عندنا مفاجاه على فكره، طبعا في المباراه، طبعا. واحنا مش عشان خاطر النادي الاهلي كسب بنتكلم، ولكن خلينا بس ما نسبقش الاحداث، ولكن احنا بنقول ان المباراه دي كابتن عادل من غير الفار، والمباراه اللي جايه كمان في دور الثمانيه هتبقى من غير الفار، بس بنوضح ان في خطوره ان هذه المباراه تتلعب من غير فار، لا في خطوره على التحكيم، وهنشوف من خلال الحالات ونحكي ونشوف اداء الحكام النهارده كابتن شريف. نروح لحكم المباراه النهارده المتميز دايما محمود البنا. بامانه النهارده كان متميز جدا جدا. كل القرارات النهارده اللي خدها في المباراه على الرغم ان الفار مش موجود، لكن النهارده البنا زي ما قلنا من الحكام المتميزين اللي بيشتغلوا على نفسهم كويس. كابتن عادل معانا ايضا المتميز حكم كبير، حكم كاس عالم، فكره الحكم الوحيد اللي رايح كاس عالم كابتن ايمن من عندنا الكابتن محمود ابو رجال، ونقول له الف مبروك من خلال قناه النادي الاهلي، وحكم مساعد متميز بنبارك له على كاس العالم. عندنا ايضا احمد توفيق المساعد رقم 2، ومجدي خاطر الحكم الرابع. سريعا نروح للحالات، احنا عندنا حالات هنقف شويه يا كابتن احمد، دي حالات توضيحيه تعليميه للكل. يلا خلينا نشوف الحاله اللي جايه ونشوف هنا التمركز للحكم، تمركز ولا اروع. شوف هنا استخدام المرفق، وحاله من الحالات اللي هي لم يتردد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح احتساب المخالفه. وهنا شوف هنا الايد هنا رايحه فين يا كابتن ايمن؟ هنا رايحه في الوجه بالظبط مع محمد شريف، وبالتالي هنا المخالفه تستحق البطاقه، لان الضربه مش بقوه قوي، مش بالكوع، ولكن هي بال تستحق البطاقه الصفراء طبعا. البطاقه الصفراء. وهنا بطاقه صفراء صحيحه، بحيي فيها حكم المباراه محمود البنا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا البنا قريب جدا 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 جدا، ونشوف الحاله هنا هل في مخالفه كابتن علاء ولا ما فيش مخالفه؟ خلي بالك، بنقول يعني في النادي الاهلي بنقول دايما هنا هذه الحاله نشوف البنا كان رحيم جدا جدا بعدم اشهار البطاقه الصفراء، لان هنا ده تحايل واضح جدا جدا من اللاعب النادي الاهلي. هنا هو عمل الكره وراح ناحيه الشمال، وهو عمل سقوط هو من غير ما حد ابدا يجي. البنا عنده اداره، خلي بالك، هو هنا ما حبش يأزم، وهنا دايما بنقول للحكام ما تأزمش طالما يعني الامور ممكن تمشي، وهنا الامور هنا هو خلى لعبة تواصل وما اداش البطاقه الصفراء. يلا الحاله اللي جايه، شوف التوقع والقراءه الجيده لحكم المباراه. قعد مستني 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 عشان يدي اريحيه لأليو ديانج، هو رايح بالكره، ولكن هنا في مخالفه في البدايه، في تعطيل بالايد يا كابتن. صح، في تعطيل بالايد هنا، هو سمح باستمرار اللعب وقال يمكن أليو ديانج يعدي، وفعلا هو رجع تاني وراح حاسب المخالفه واشهر بطاقة الصفر. حاله من الحالات المهمه ايضا، ودي بتدل على قراءه الحكم لهذه الحاله. هنا الايد، وهنا الدفع، وهنا الشد، وكل حاجه موجوده. لم يستفيد أليو ديانج من الفرصه، وبالتالي رجع البنا وادي المخالفه، وده القانون اللي بيقوله ما حدش بيقوله، واحنا بنشتغل بالمعايير الحكم بيرتاح. يلا نروح للحاله اللي بعد كده. تمام، نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف حالة من الحالات المهمة جدا جدا للحكم الدولي المساعد المتميز أبو رجال. الكل يتوقع أو يعني كان يعني فاكر إن دي تسلل، ولكن هنا بنشوف هنا لاعب النادي الأهلي هناك أكرم هناك في البعيد مغطي، وبالتالي هنا قرار هايل 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 محمود أبو رجال، بحييك إن عملت استمرار وما أشرتش على التسلل. مظبوط. وكانت ممكن هنا نشوف هنا كانت ممكن تبقى هدف، وكان هيبقى هدف صحيح. الحالة اللي بعد كده، نشوف الحالة اللي بعد كده اللي جاية، حالة من الحالات المهمة. البعض هنا بنشوف قمة التركيز من المدافع، خلي بالك كابتن علاء، هنا بحيي بدر بنون جدا جدا جدا. خلي بالك لو الرجل هنا ما راحتش في الكرة
ونجح في لعب الكره خلاص هنا حاجه من الاثنين، ينجح ولعب يحسب ركله جزاء. وبالتالي انا بحيي بدر بنون، هو نجح في لعب الكره، وبالتالي هنا البنا قرار هايل جدا باحتساب الركنيه، ولا توجد ابدا اي مخالفه على لاعب الاهلي نادي بدر بنون، وهنا نجح في لعب الكره. الحاله اللي جايه الكثير والكثير طالعين يقولوا ان هنا وهناك ركله جزاء لامبي. تعالى يا كابتن اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. هو اللي جاي ياخد ايد علي معلول. هنقف ستوب. لا نرجع تاني. نرجع تاني من فضلك معلش عشان دي لعبه مهمه، عندنا لاعبين مهمين جدا ممكن هم يعني افضل عندي. شوف الايد رايحه فين؟ الايد بتاع لاعب ايه يا كابتن؟ راح على ايه؟ قبليهم. هو هنا لاعب ايه بعمل ايه؟ هو مش هيقدر يتواصل ويروح للكوره يا كابتن. في اثنين قافلين. بالظبط. وبالتالي حط دراعه. بالظبط. وان هو عمل سكوت يعني ربما الحكم هنا يعني الصوره تخدعه ويحسب ركله جزاء. انا شايف ان هنا لا توجد ركله جزاء ابدا، وهنا احتكاك بدني عادي، والايد هنا كانت طالعه من لاعب انبي واللعبه واضحه طبعا. هنا نشوف الايد في الايد، وهنا احتكاك بدني عادل، وبالتاج هنا لا توجد ركله جزاء للاعب انبي. هذه حاله من الحالات المهمه جدا جدا لمحمود البنا في هذه المباراه. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، وهنقف عندها شويه هنا واحده واحده. صح، ده جاي من المدافع. وجهه نظرنا عايز تاخدها يا كابتن، هنشوف بس يعني نخلي اللعبه ايه تمشي وهاخد راي حضراتكم. ماشي، نعيد بس فيها عشان خاطر ندي فرصه لحضراتكم تشوفوا. لا نمشي من الاول خالص، هنعيد بس من الاول، هنرجع من الاول بعد اذنك. خلي اللعبه تمشي من الاول خالص ونجيب الزاويه العكسيه بعد كده. نجيب اللعب الزاويه العكسيه. وجهه نظري هدف. ستوب، هرجع تاني كده، هرجع بقى وهقول لك اقف عشان بس نقدر نتكلم. اوف سايد. بس اوف سايد. ارجع تاني. استنى بس. هنمشي بعد اذنك. ستوب بقى خلاص. ارجع بقى يعني ماشي، خلي الباص يعدي، خلي الباص يروح لوليد وقف. بس شكرا. كابتن ايمن، انت ايه رايك في الحاله دي؟ هدف صحيح. كابتن علاء معاك، هدف صحيح 100%. كابتن حاطط لنا الصوره دي عشان ايه بالظبط؟ عشان ابقى فاهم يعني موقفها هنا. اولا ده انا هحكي بقى، انت شفت انا سبت لك الحاله تمشي براحتها. صح، ما وقفتهاش انا، بس هوقف هنا عشان انا اللي هشرح. تمام، انما انت شفت الحاله مره واثنين وثلاثه، نجيبها لك تاني؟ لا خلاص، لا انت عايز تقول يعني لما انا عايز اخد راي حضرتك. هدف صحيح 100% يا كابتن. هدف ولا مش هدف؟ هدف كابتن احمد. والله جري الكوره ولا كده؟ لا هدف صحيح. كابتن شريف كمل يا كابتن. لا الكوره دي هدف. كمل يا كابتن. كابتن عادل، والله انا شايف انه فيها اوفسايد. طيب اوكي، علشان عدم. تعالى بقى كابتن ايمن نتكلم بالقانون ونشوف. اتفضل يا كابتن، يلا هات لنا اللعبه، هات لنا الحلقه من فضلك لو سمحت. هنا بنتكلم في الماده 11 التسلل. صح، واللاعب اللي هو بياخد فرصه في كونه في موقف تسلل. مظبوط، الحاله دي مهمه جدا جدا، من فضلك ارجع لنا. ده ما كانش في موقف تسلل هنا. لا هو نتكلم ان بعدها حسام حسن كان في موقف تسلل. ايوه بس لعيب سموحه لما لعب الكوره. نرجع بقى تاني. هقول لك ليه. امبي مش سموحه. سوري، لعيب امبي. سوري، لعيب امبي لما لعب الكوره. بص يا كابتن، مش عارف. بص يا كابتن، مع اللاعب امبي هنا هنتكلم هنا، هل في اراده من اللاعب المدافع ان هو يروح يلعب وارتياحيه؟ بالظبط. ولا هو اتفاجئ؟ لا ما اتفاجئش. تمام، هقول لك ما اتفاجئش ليه. هنا لاعب مدافع، هنا وشه فين؟ وشه ناحيتنا. مظبوط. يلا خلي وليد يطلع بالكوره، يلا خلي وليد يطلع بالكوره، يلعب من يعمل الباص. عمل ايه؟ ستوب، مد رجل، غير البوزيشن خالص. بالظبط، وخد الخطوه. مظبوط. اذا دي اراده. صح، ده لعب متعمد اسمه الدريبلت لبلاي. صح، دي اراده ان اللاعب ما كانش واقف واتفاجئ بالكره ولعبها من مكانه. كابتن شريف مظبوط يا كابتن، والكره ما ارتدتش فيه، يعني ما كانش واقف وارتدت وراحت لحسام حسن. ولكن هنا بنتكلم هل في تعمد لعب؟ فيها تعمد من اللاعب. لا في تعمد لعب من اللاعب. ليه؟ انا وضعتي بوشي وبعدين رحت رايح متحرك وحاطط رجلي، ماليش علاقه بجوده لعبته. صح، ماليش علاقه بجوده الكره راحت لمين. ومين اللي ادى الاوفسايد؟ انا لايمان ولا الحكم؟ لا المساعد. هقول لك، هي لعبه صعبه، هي لعبه صعبه، انا مش علاقه بجوده اللعبه. انت حضرتك رحت كلاعب اتحركت ولعبت بارادتك، وبالتالي هنا شايف هنا اللاعب المتعمد هدف صحيح ليه. ولو كان في فار كان اداها له جول، كان هيحسب جول. اه بنتكلم بالقانون، خلي بالك، ونقول لحكامنا كلها. مظبوط، من خلال قناه الاهلي، لا مجامله لاحد. وانا جبت اللعبه ليه وقلت ليه؟
لان في فرق لو انا كابتن احمد واقف في مكاني وترتد الكره وتروح للاعب في موقع تسلل تسلل مظبوط. لو انا في موقع والكره بلعبها وبتنحرف من رجليا صح صح بيمنع باص. هي كره لو راحت لحسام على طول كان اوفسايد. لو الكره ردت من القائم او من العارضه لحسام حسن تسلل مظبوط. اما اذا تدخل اللاعب ان هو يلعب لعب متعمد يتحرك ويروح بيمنع باص يستمر ويروح يتحرك لان هو عدي لنفسه وخد خطوه هو عملها بيمينه ولعب. مش بشماله اوكي هنا في حركه ولا مفيش؟ في طبعا يعني انا اتحركت ليه؟ ده السؤال. انت كمدافع بيمنع باص اتحركت للكره ليه؟ عارف ان الكره رايحه في اتجاه يعني لو كانت خبطت فيه وهو ثابت ثابت تبقى اوفسايد اوفسايد لو جت من العارضه اهو لو جت من العارضه او من القائم واللاعب في موقف تبقى تسلل صحيح. هنا شايف عشان نوضح تاني ان لاعب انبي هنا تحرك بارادته قطع تمريره بعيده ما كانتش في اتجاه او انقاذ المرمى تحرك اللاعب هنا يخلي ان في هدف والهدف هدف صحيح وده بنقوله للحكام اللي هي الحاله اللي في كتير الناس مش عارفاها في فرق بين اللعب المتعمد وفي فرق بين الكره ترتد مني او تنحرف صح. هنا لعب متعمد والقرار اعتقد كان يعني صعب شويه على محمود لما لو كان في فار هنا كان اكيد هيرجع ويحتسب الهدف ودي يمكن كانت اخر حاله كابتن ايمن وسعيد جدا ب يعني المناقشه الجميله جدا من حضرتك وبين ضيوفك الكرام الله يخليك كابتن بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس شكرا كابتن